رسم 31/1/2012 تنزيل تدمير منزل السيد موسى منصور من قبل الجيش السوري جيش بشار الأسد واستهدافه بقذائف مدفعية أدت إلى تدمير المنزل بالكامل واستشهاد العائلة. تدمير المنزل بالكامل. بالإضافة إلى تدمير جزء من منزل أخيه المجاور منزل السيد زياد منصور. واستشهاد العائلة بالكامل أيضا. بسبب القصف العشوائي بالمدفعية. صور السيارات كيف مخصوصات من الجنرال.